بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معاكم مرة أخرى في الحداق الصيد. طبعا اليوم التاريخ 13/11/2020، اليوم يوم الجمعة. طبعا ما زلت أنا أجرب هذا السوفت بيت اللي هو الويسكي اللون العنبري أو الخمري، طبعا 5 سنتي قاعد أجربه، يعني فعلا صياد غير نمونة، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أنا الحين راح أحذف، شوفوا ما شاء الله سرعة الضربة، يعني ما يمدي ثواني إلا يضرب علي. طبعا أنا قاعد أحدق بالكاياك سماري، شوفوا ما شاء الله توني حذفته، يعني ثواني ما طول. فعلا هذا السوفت يعني صياد، أنصحكم يعني في استعماله. هذا هو السوفت ما شاء الله، راح أعطي معلومات عنه. 5 سنتي، طوله 5 سنتي طبعا، والوزن 5 جرام، والخيط فلو كربون 35. طبعا هذا هو الماركة، ماركة الميرور هذا أو الطعم. طبعا سوفت بيت 5 سنتي، طبعا في منه أحجام وفي منه ألوان أيضا، طبعا في 7 سنتي، في 10 سنتي أيضا، في 12 سنتي، ويمكن في بعد أكبر. طبعا جربت اليوم فعلا فعال، ومثل ما قلت